حلقتنا اليوم عن قيامة السيد المسيح، فهل ستكون معها قيامة لبنان؟ المسيح في زمن الفصح عانى الآلام ولم يجد من يواسيه، حتى تلاميذه تخلوا عنه ولم يشاركوه السهر قبل آلامه. فهل يجد اللبناني من يواسيه أو يخفف عنه آلام الفقر والجوع والمرض؟ بدي رحب برئيس دير مرشعيا للرهبنة الأنطونية المارونية. أهلا وسهلا فيك أبونا الرئيس جوزيف عبد الساتر. سمعت المقدمة حضرتك، بدي منك تعليق ولو باختصار على الجملة الأخيرة اللي سمعتها. هل يجد اللبناني من يواسيه في زمن الألم ويخفف عنه الجوع والمرض والفقر؟ هيك لو باختصار لو سمحت. أول شيء باسم الأب والابن بالروح القدس إله الواحد أمين. هل يجد اللبناني؟ أصلا ما فيش لزوم يفتش، لأنه الله موجود معه. الاتكال على البشر، ما اتكلت على بشر إلا وأخذلت، إنما الاتكال على الله هو الذي ينهضني. يعني أنه نحن مجرب نفتش على ممكن على أشخاص يمكن تساعد تكون حدك، بالوقت اللي الله هو حدك، الله هو بداخلك، الله القائم من الموت هو حي، مش زوم فتش على حدا. كل القضية بترجع لك مثل ما بقول القديس يعقوب برسالته في الفصل الأول، احسبوه فرحا كلما تعرضتم للاضطهاد و حتى يقول لك انه الله هو في داخلك. انت كيف ترى الامور؟ يعني كيف تعكس هذه الامور؟ هذه يعني بقولها، لانه تقدر تكون انت ببلد كثير مرتاح وديك تلاقي كل شيء في ناس حد منك، لكن شعر حالك بعدك داون، بعدك تحت مش ناهض. وحده يسوع هو اللي بيقيمك. خلينا نحكي عن القيامه. المسيح قبر وقام في اليوم الثالث، ولكن فعليا أسلم الروح الساعة 3 هيك بتقلنا الكتب المقدسة، وقام فجر الأحد، لم يكمل 3 أيام فعليا. صحيح هالكلام؟ بدي لي شغلة واحدة. صحيح حوض الأمور منعلق عليها شوي الواحد من باب الحشرية، بس حتى القيامة مش 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 قائمة على هالأمر. أول شيء وقام في اليوم الثالث، اليوم الثالث هو رمز القيامة العامة، ويسوع المسيح بقيامته استبق هذه القيامة العامة، أي المجيء الثاني. هلأ إذا ما نعمل هيك شوي يمكن الناس تسأل سؤال، كان النهار عند اليهود ينتهي الساعة 4-5 حسب غياب الشمس، فإذا يسوع مات الساعة 3. رح نحكي عن التوقيت، ايه نحكي شوي عن التوقيت، لانه من السؤال اللي سالتيه يعني، لانه حتى اللي جاوب عليه انه اليوم انه اليقامه في اليوم الثالث كيف حسبون؟ هو مات الساعه 3 ودفنوا دغري قبل ما يجي يوم السبت، ببلش السبت الساعه 4-5 حسب غياب الشمس، فاذا مات حسبوه الاول السبت اليوم الثاني، وقام فجر الاحد اليوم الثالث، غير كامله بقولوا على هذه، ولكن العمليه هي رمز الى القيامه العامه، إلى قيامة العامة، مجيء الرب الثاني. أيضا بعدنا بذات السياق، ورد في إنجيل مرقس أن المسيح صلب في الساعة 9 صباحا هيك بقلنا، وورد في متى ولوقا أنه أسلم الروح في الثالثة في الساعة 3، يعني بقي معلق على الصليب 6 ساعات من 9 لـ 3، بقي معلق على يعني هي المرحلة كلها سوا، يعني وقت ما سقوا الجلجلي وإلى آخره أخذت هالوقت كله سوا. هذا كانت كل الوقت هيك يعني، اكيد كان معلق. ونحن بنعرف انه وقت اللي اجوا بدهم يكسروا له جري عاده ولم يكسر له عظم، لقوا انه اسلم الروح، فطعنه جندي بحربه حد القلب، جرى منها ليمون وماء اللي هي رمز بالواقع لولاده الكنيسه. ولاده الكنيسه الدم يلي اشترينا فيه الرب على الصليب، والماء يلي هو رمز المعموديه. وبالتالي بحب نوه على شغلة، القيامة هي فعل حب كبير، يعني يسوع الذي لم يكسر له عظم شاء أن يكثر في الذبيحة، هي الذبيحة هي الاحتفال بقيامة الرب، شاء أن يذبح أن يكسر. الكاهن وقت اللي قبل ما يرفع عند أبط قشطه بيكسر وبيغمس الجسد بالدم، هيدي علامة على تقول لك أنا قديش بحبك، أنه
على الصليب لم يكسر، ارتضيت أن أكسر بين يدي الكاهن لكون لك. وهون بيقول لك يسوع أنه الحب ما بيعرف ستاتو كوو، بس هو دائما متجدد، دائما في فعل تضحية أكبر مما قد قدم الحبيب لحبيبه. هلأ في كتير تساؤلات عند المسيحيين، هل قام المسيح من القبر بجسده الحقيقي أم قام بجسد نوراني أو بجسد آخر؟ هو الإله المتجسد، نعم، لبس جسدنا وتشبه بنا بكل شيء ما عدا الخطيئة، جاع، عطش، تألم، كل هودي. ولكن وقت اللي قام من القبر، نعم قام بجسده، جسده يلي هو جسد الممجد. ليه؟ لأنه هو آدم الجديد، هو قام إذا بديك بجسد كجسد آدم قبل الخطيئة، لأنه جسد آدم قبل الخطيئة ما كان يعرف لا الجوع ولا ما كانش يعرف لا المرض ولا 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 الصعوبة ولا الألم ولا كل هالأمور هيدي. فإذا هو آدم الجديد قام بجسده اللي كان عايش فيه معنا، ونوراني ممجد صحيح، لكن جسده هو. وعلى شبهه قيامة العذراء مريم اللي هي حواء الجديدة، قامت يعني مش قامت، هي انتقلت بنفس والجسد الى السماء. هي يعني فاذا رمز الى ادم وحواء قبل السقوط في الخطيئه. هيدي لانه عم بسال سؤال، لانه شفناه مره اكل مع تلاميذه على الشاطئ وقت اللي كانوا عم بيتصيدوا، طلعوا سمك وشفناه واكلوا سمك، شووا سمك واكلوا اكل. هيدي وقت اللي شفناه على طريق مع تلميذي عماوس اختفى، بس عرفوه بس عرفه واختفى. ايه اكيد هيدي القدرة اللي يعني بمعنى انه صحيح هو ادم الجديد، لكن ادم مش الله، هو الاله. يعني قد ما تكون يعني هو من الاساس هيدي يلي بيحكوا عنها انه يسوع المسيح عن البري اكزيستانس والبرو اكزيستانس، يعني ما قبل وجوده على ولادته على الارض وما بعد ولادته على هذه الارض، هو دائما بحضرة الله. فهو كان الإله الذي تجسد، هو الإله. يعني قد ما يكون قد ما تكون الشغلة يعني أنه قام بجسده على آدم الجديد، آدم قبل السقوط في الخطيئة، لكن هو الله. ما فينا نشبه حدا لإله، يعني حتى لأن هو الخالق، أما آدم هو المخلوق. صحيح. طيب أبونا الرئيس، شو البرهان على القيامة؟ يعني المسيح مات وقام، شو البرهان القوي على شو البرهان على القيامة؟ أول شيء القيامة يلي نحن اليوم بنبشر فيها هي أيضا علاقة شخصية مع الرب. بالقيامة نقلك يسوع المسيح من الشريعة إلى الشخص، ما عدت انت اسير هذه الشريعه يلي هن كانوا لوحي الوصايا، يلي مع يسوع المسيح اصبحوا من لحم ودم. يعني القيامه هي علاقه شخصيه. هلا البرهان على القيامه، نحن ما نعرف، حتى اليهود والكتب والفريسيين ما امنوا بالقيامه الا للقرن الثاني، من بعد ما تعرضوا الى هجوم من السلوقيين اللي اجوا بعد اسكندر المقدوني ومات من عندهم شباب شهداء. تسألوا قالوا معقول يا عمي هالشباب اللي راحوا يكون مصيرهم مثل مصير البقوة الأشرار؟ هون بلشت تتبلور. وعملية القيامة نحن بنشوف انه وقت اللي شافوا يسوع على الصليب تفرطعوا الرسل، خافوا. وقضية القيامة ما كانش عندهم فكرة عن القيامة، ما كانش عندهم ما كانوش مفكرين فيها أبدا. يعني بولس ليش كان عمال يضطهد المسيحيه يلي عم بيبشروا انه الرب قام؟ هذه هرطقه بالنسبه له. او بطرس ما كانش قادر يشوف يسوع المسيح المتالم. يعني فاذا عمليه القيامه بحد ذاتها ما كانت بمنطق الشعب، بمنطق الناس، ويفكروا انه قام من الموت. وبالتالي من بعد ما انصلب وقام، وين كانوا الرسل وقت اللي ظهر لهم الروح القدس بالعلية؟ وبالتالي كانوا مجتمعين، فهموا كل هالحقائق
والكتاب المقدس يلي انكتب ابتداء اول شيء كتب بولس بالخمسين سنه، وبعدين اجوا متى ومرقس ولوقا ويوحنا. يوحنا يقال انه اخر، يقال انه بعد فتره طويله يعني، ايه معلوم، بعد اكثر من 100 سنه او 200 سنه. لا مش هالقد، لا لا اكيد لا، اقل بس دون ال 100 سنه صحيح. هلا كتبوه في ضوء القيامه، لكن هلا العمليه تنضجت وحتى لي تبشر فيها وهيدا اخذت وقتها. فاذا ولكن ظهورات الرب يسوع المسيح هي البرهان الاساسي على القيامه. هلا بنقدر ننتقل لشيء اخر، يمكن في اشخاص ما التقوا لقاء شخصي مع الرب يسوع، كيف بدك تقول لهم هيدا؟ هلا هون في عندك نقطة مهمة، في عندي تقريبا 5 نقاط بقدر احكي فيها. تفضل. مثلا قصة القبر الفارغ. القبر الفارغ لاهوتيا بيقولوا مش هو برهان القيامة. والبرهان على انه مش برهان انه يمكن سرقوه. ما قالوا انه معقول يكون سرقوه. نعم. لكن بالقبر الفارغ انه المسيح مش موجود. وكانوا حاطين حراس. وحتى وقت الامبراطور طلب من الكتب والفريسيين بالسنهدريم انه يا جماعه حطوا انتم حراس من قبلكم، وجربوا يرشون تيقولوا انه قولوا انه اجوا التلاميذ سرقوا، ما عندهم جواب كيف راح حاطين حراس والقبر فارغ. ما عندهم جواب على هالشيء هيدا. صحيح. فاذا هيدي اول نقطه. النقطه الثانيه يلي هي الحجر. من تراه يدحرج عن الحجر؟ الحجر بحسب علم الاثار كان بيبلغ 2 طن 2.5 طن. فاذا ضخم جدا، ضخم جدا، كيف بده ينشال وكيف بده هيدا. النقطة الثالثة بهالموضوع هون، أكبر برهان على ذلك أنك أنت مش مستعد تموت من أجل شيء عادي. التلاميذ اللي بشروا بالقيامة وخاصة الرسل كلهم ماتوا شهداء، استشهدوا من عدا يوحنا يلي نفيا إلى الجزيرة. فإنك تكون مستعد تموت من أجل حقيقة داغمة، هذا كمان من البراهين يلي نحن فينا نقول حقيقة. النقطة الرابعة، نحن بنشوف إنه أوقات كثيرة كلام الأنبياء بالعهد القديم، كل كلام الأنبياء بالعهد القديم والكتابات انعملت على ورق الكربون 14 يلي عرفوا لأي سنة بترجع، وهيدا كل النبوءات تمت بشخص يسوع المسيح. ما في حدا تنبئ عنه وتمت نبوءات إلا الرب يسوع المسيح. هيدي نقطة كمان أساسية. النقطة الخامسة، هالقديسين، القديسين يلي نحن نطلب شفاعتهم ويلي هن بيساعدونا وبيشفونا من امور كثيره، مش هن اللي عم بيشفوا يسوع، هن اللي باسم الرب يعني يسوع المسيح هو 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 الشافي. ف هودي بعض الامور يلي انا برجع بقول هيدي شغلات عم نقولها لاشخاص ما التقوا بالرب، لكن وقت اللي بتلتقي فيه هذا اللقاء الشخصي ماشي يغنيك عن كل شيء، عن كل شيء. يعني عملية القيامة هي مثل الحب، فيك تحكي عنه بس ما في عيشك ياه. إذا أنت مش عيشتي ما في أنا عيشك ياه. صحيح. يمكن أنا بعبر لك قد ما فيي. صحيح. هيدي شغلة، هيدي هو اللقاء الشخصي. ويسوع المسيح بحياته كلها على الأرض ولا مرة قال له روح احكوا شو عملت، كان بس يشفي روح ما تخبرش حدا، لأن ما بده الإيمان فيه يكون مبني على آيات على أعجيب، ما بده إنه إيمان يكون هيك. اليوم أنت مثلا بيقولوا لك رشحت صورة زيت هون، بتروحي بتصلي بإيدك على وجهك بتصلي وبتلوقي عبادات بعدين انطفيت. وقيامة الرب هو أقام إليعازر، أقام ابن الأرملة، أقام ابنة يائيروس. أوكي، هو ما فينا نقيس قياماتهم على قيامته، هودي قيامات قاموا ورجعوا ماتوا، لكن المسيح قام ابديا، قام للابد. ليش؟ لانه الله هو الذي اقامه، بيقولها بفيليبي.
هو الذي لم يعد مساواته لله غنيمة، بل تواضع حتى الموت، الموت على الصليب، لذلك رفعه الله. وكان اسمه فوق كل اسم، وله تجث كل ركبة مما في السماء وعلى الأرض. رح نشوف قديش عم نعيش هالإيمان المسيحي نحن، بس قبل رح نتوقف مع ترتيلة. الإيمان بالقيامة بيرافق كل مسيحي. نحن اليوم بالقرن 22، قد ايه المسيحية عم بيعيشوا رجاء هالقيامة بهالشرق وبالعالم، وقد ايه الإنسان قادر يكتسب من حدث القيامة اللي عم يتكرر كل سنة. هو شيء محطة القيامة اللي عم تتكرر كل سنة، هي عايش دائما نعيشه، يمكن بتتكرر حتى لي نحن ننهز شوي، انه تهزوا يا عمي، انه دبي في قيامة، حتى تذكره. اليوم وقت اللي الانسان بيتزوج، كل سنه بيرجع بيتزوج مره ثانيه؟ لا طبعا، ولكن بيجدد عهد الزواج بالتاريخ يلي تزوج فيه، تيرجع ينفض غبار الماضي، يعمل عيد زواجه يعني بيتذكر. ولا والقيامه هي هيدي حقيقه، مش انه منعيشها نهار الاحد القيامه بالوقت اللي الاحد هو دائما، الاحد هو رمز القيامه، كل احد كل إدنى. فاذا هيدي حقيقه، مش انه منعيشها بتاريخ معين ونعيد له كل سنه بتاريخ معين، هيدي حقيقه بدها ترفقنا دائما. ولكن كيف بدها ترفقنا؟ هون انا اللي بدي اقوله، انا بقدر اخوتي المشاهدين، بقدر انا لكم اعطيكم خبرتي بدا، ولكن انت اذا ما عشت هالحدث هيدا بلقاء شخصي مع الرب، بتقلي كيف بلقاء شخصي؟ احسن ما نضل حكي يعني، بتقلي كيف ابونا بلقاء شخصي مع الرب؟ يا خيي اذا منك شاعر بهالشيء هيدا، اركع زود قدام القربين، قل له يا رب انا ما عم بقدر اعيش قيامتك، انا مش عم بشعر انه انت، ان مش عم بقدر هيدا القيام اللي بيحكونا عنها ولا مره عم بقدر اعيشها، انت بدك تساعدني. ساعدني لحس فيها. تحس فيها. بدك انت تطلبها وهو قادر يساعدك، انا ما بيجي يساعدك. يعني اليوم بتيجي انت مثلا، بيجي حدا بيستشيرك بيقول لك يا ندى انه انا عندي مشكله. انت بتعطي النصيحه. بتعطي نصيحه، بتقولي له مثلا انه انت كيف عايشه بحبتك انت وزوجك وعائلتك والى اخره، بتعطي نصيحه. لكن اذا هو ما اجى اشتغل فيها وعمل فيها بضل بعيد، ما اشتغل لحاله. يعني انا يعني
ما بيقدر يحب مثل ما انت بتحبه، ولا بيقدر يؤمن مثل ما انت بتآمني. يعني انا ما بقدر اقول له تقلدني، انا بعطيه خبرتي وبقول له علاقتك هي مع الرب، هو يلي بخاطبك بحسب معطياتك النفسية والاجتماعية والخلفية واللي بدك، اللي بيعرفك أكثر ما بتعرف حالك هو قادر يساعدك حتى اللي بالواقع تحس وتآمن. التلاميذ آمنوا، كشف الله، يعني بكشف كشف روح من الله، آمنوا بهذه القيامة. ايش بطرس وقت اللي سألوا الرب أن تقول الناس إني أنا هو، شو جاوب بطرس؟ أنت هو المسيح ابن الله الحي. يعني احنا بنقول انه زت رمية بدون رامي، يعني انه ما كانش بعد في عنده هالابعاد، ما كانش قام المسيح. قال له يا بطرس طوبى لك، لانه مش اللحم والدم اظهر لك هذا الشيء، انما ابي الذي في السماء. وبالتالي نحن بدنا يعني نعيش هذا البعد، هذا اللقاء الشخصي مع الرب يسوع المسيح، يلي هو بده يظهر لي هذه الحقيقه الدامغه، يلي اذا ما اختبرتها شخصيا بتضل بعيدة عنك، بتضل بعيدة عنك. فإذا هي عملية إنك تقوم، هي إنك تحب اللي ما بيحبك، إنك تقوم هي إنك تبارك اللي لعنك، إنك تقوم هي إنك ما تغضب على اللي غضب عليك. وقت اللي هودي بتيجي بتقول أنا مش معقول أعيشهم، بس وقت اللي بتحققهم بحياتك ساعتها تشعر بفرح ما بعده فرح، وتبلش القيامة المسبحة. يعني هيك بيكون عم بيحب خيو الإنسان. الإنسان هلا أنا رح أسألك هون، المسيح بحبه العظيم بذل ذاته من أجلنا، قد إيه الإنسان اليوم قادر يعطي من ذاته لأجل أخيه الإنسان اللي عم تتفضل في حضرتك إنه نحب بعضنا؟ يمكن شوفي البابا برسالة الصوم بال 2022 بشدد على هالنقطة هيدي، بيقول انه نحن اليوم بدنا نعطي، بدنا نساعد، نعمل المنيح ونكمل فيه بدون ملل مساعدة خينا الانسان. وغبطة البطريرك كمان برسالة الصوم بيحكي عن خدمة الكلمة، خدمة الصلاة، وخدمة الحب والمحبة، انطلاقا من اعمال الرسل يلي فرزوا سبع شمامسة تيخدموا الناس، تنصرفوا هني للكلمة وللصلاة. خدمة الكلمة أي البشارة، خدمة الصلاة أنك تصلي، يلي بده يترجم خدمة محبة للمحتاج. هلأ قديش هيدي شغلة؟ بسألك سؤال، أنت فيك توصفي قديش بتحبي زوجك؟ لا بس نحن عم نشوف اليوم الحرب مثلا بين المسيح بس انا اللي بدي اقوله الاوكران والروس. ليش انا سالت السؤال؟ ليش انا سالت السؤال هيدا؟ لانه قديش الله بيلمسك، قديش انت بتقدر تعطي، قديش تبني هالعلاقه مع الرب، قديش انت بتقدر تعطي. ليكن فيكم من الافكار والاقوال والاخلاق بما في المسيح يسوع. اليوم نيجي عم تقول انه حرب، انا ما بخدش حرب، يعني كل انسان هو اخي، يعني ان كان مسيحي او غير مسيحي انا باي حق بدي اقتله، انا باي حق بدي اعذبه، انا باي حق بدي جوعه، مين ما كان يكون، مين ما كان يكون باي حق. فلسبب هيدا قضيه التضحيه منا هيني، لانه العالم عم بيعيش بانانيه مدقعه، كل يا رب نفسي، انطلاقا اذا بدك انت من الاشياء اللي عماله بنعيشها نحن اليوم. ولكن تعال فكر يا خي الانسان، انت بايام هالصوم هيدا كيف عم تتهيئ للقيامه؟ انا وقت اللي بصوم عن الاكل، ما انا هالتوفير اللي عم بوفره هيدا مش تحطه باجتي بخزنتي، هيدا حطيلي اعطيه للفقير المحتاج. انا وقت اليوم عمالي بصوم، عم بصوم كنا سوا، هيدي وقت اللي انا بالصوم ما برجع للرب وبتوب عن خطيئتي. الله عم بدق بابي، بس انا بدي افتح هالباب. لكن انت افتح هالباب بدي شيل كل بيقولوا سندوه، كل هالاشياء المسنده تسكيرت على الباب، يلي هي الصلاه، يلي هي الصوم، يلي هي الصدقه، مساعده الاخر. هودي بدك انت تعيشهم، بدك تعيشهم.
هلا في كثير ناس بتقول يا خيي نحن بايام ما مش قادرين نعيش هيك، وقت اللي بتفكر هيك اكيد ربنا راح يدخل على قلبك، بدك تفتح له قلبك ويكون نظيف مستعد بالتوبه، خاصه التوبه. يسوع انتظرناه ملك قوي وحامل صولجان ثري غني، هيك انتظرنا انه يجي، لكنه دخل اورشليم على جحش ابن اتان وغسل ارجل تلاميذه، وهيدي قمه التواضع وقمه القوه وقمه وين نحن اليوم؟ اذا بدي اقول كمسؤولين مدنيين ودينيين من هالتواضع. شوف انا بلاقيها بكل بساطه، انا كثير ببعد عن دينه الاشخاص او الحكي عنهم، روحيين او سياسيين او مدنيين. انا اللي بقول الله هو وحده فاحص القلوب والكلى، وهو الذي يجازي بالثواب او بالعقاب. بس اللي بقدر اقوله انا انه وعي هالناس انه في اخره، ننصحهم. مش الكل، مش فيش طول موت اغانيه، مش الكل ربيح، واضح الرب واضح. اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، والباب الضيق قليل يلي بيجتهدوا ان يدخلوا فيه، من يجي الكل. هلا هالاشخاص يلي استلموا مقدرات، لانه العمليه ملنا عمليه، هي عمليه تربيه اساسيه، تربيه من البيت، تربيه بالمدرسه. اذا انت ما ربيت هالاجيال على الحب وعلى التواضع وعلى التضحيه، شو بدك تنتظر فيما بعد؟ نشوف نحن اليوم كيف عمالين من ربي. صحيح. كانوا حتى اليهود كانوا منتظرين ملك يجي يبطش يحررهم من عبودي. بس انا اذا حررتك من اعدائك اللي مسيطرين عليك ومحتلينك ومنك حر من الداخل، شو عملت؟ يسوع اجى يحررك من الداخل. ليه؟ عارف انه بهالعالم عم بيقول راح تسمعوا بحروب واخبار حروب وبأوبئة والأسياد الكون هون متسلطين عليه، كل هالأمور هيدي. لكن هل إذا أنت ما كنت حر من عبودية الخطيئة، حر من اللي مكبلك من الداخل، حتى لو كنت عايش بأفخم بلاد وأرقى بلاد أنت بتكون أسير. نحن بنعرف الإحصائيات بتقول بأرقى البلاد أكثر بلاد فيها انتحار. صحيح. وكل البلاد اللي فيها اضطهادات وهيدا الى اخره بتشوفي نسبه الانتحار فيها ايمان. هون بتذكر احد اساتذتنا باليهود بروما رحمه الله، كان اسمه فانسنت كيستي، كان يقول مطرح ما في اضطهاد هناك ايمان. فهيدي شغله بدها تربيه، وبدها علاقه. برجع بقول لانه انا اليوم، وفي شغله يعني مشكلة الإنسان هي الأنا. وقت بتفكر بالأنا خلاص خرطشت فردك وبلشت تخرطش فرد غيرك. يعني بس بيخلص للأسف. النقطة الأساسية ما تفكر بالأنا. وقت اللي بالأنا بده يشتغل فيك، فكر بالإله اللي تجسد، شو عملوا فيه قبل الصلب؟ كللوه، بزقوا بوجهه، هينوا، ما فتح تمه، ميني أنا؟ وقتنا انتهى، بس بدي منك على السريع كلمة. نحن بعشية الشعانين، وعيد الشعانين هو عيد البهجة والفرح والطفولة. شو بتقول كلمة هيك للأمهات اللي يمكن هالعيد تحول عندهم إلى غصة، مش قادرين يجيبوا لأولادهم أقل مستلزمات العيد؟ هيك بدي منك كلمة على السريع تبلسم قلوب الأميات اللبنانية خاصة. وحضرتك هون بدي أقول شيء، أنه كنت بالعراق مبعوث بابوي أو مدبر رسولي بالعراق بأيام الحرب، والشعب العراقي الحبيب عاش أيام صعبة. صحيح. لكن بدي أقوله للأم، لو لبستي أضخم تياب وأحسن تياب، صحيح الولد بحبه، وما طبعتي على وجهه قبلة حنان، ما بتعني له. عرفت بعي له قبلة حنان ودللي مثل ما العذراء دللت ابنها، بتغني عن كل شيء. ألف شكر لك أبونا الرئيس أبونا جوزيف. ألف شكر لك على هالكلام الجميل.
وبتمنى لك عيد مبارك وفصح شكراً مجيد. شكرا شكرا. مشاهدينا خلصت حلقتنا لهون، بتمنى لكم فصح مبارك، ومنقول المسيح قام، حقا قام، ونحن شهود على ذلك.